اكتر طقس مرتبط بالمصريين في رمضان هو طبعا فانوس رمضان اللي بيعتبر ايقونه الشهر الفضيل واللي بيكون ليه فرحه خاصه عند الاطفال بالذات. والحقيقه ان الفانوس او فانوس رمضان تاريخه في مصر اكتر من 1000 سنه. ما من شيء أشد ارتباطاً في وجدان المصريين بشهر رمضان الكريم من الفانوس الذي أصبح أيقونة لهذا الشهر الفضيل. به تكتمل فرحة الصغار، وعلى وميض الضوء يسافر الكبار في ذكريات الماضي بحثاً عن طفولة لا تقبل التنازل عن الفانوس. فانوس رمضان له تاريخ يرجع إلى أكثر من 1000 عام منذ أن دخل الفاطميون مصر، ودخل الخليفة الفاطمي القاهرة قادماً من الغرب، وكان ذلك في اليوم الخامس من شهر رمضان لعام 358 هجرية. وهناك العديد من القصص عن أصل الفانوس. إحدى هذه القصص أن الخليفة الفاطمي كان يخرج إلى الشوارع ليلة الرؤية ليستطلع هلال شهر رمضان، وكان الأطفال يخرجون معه ليضيئوا له الطريق، وكان كل طفل يحمل فانوسه، ويقوم الأطفال بغناء بعض الأغاني الجميلة تعبيراً عن سعادتهم باستقبال شهر رمضان. وهناك قصة أخرى عن أحد الخلفاء الفاطميين أنه أراد أن يضيء شوارع القاهرة طوال ليالي شهر رمضان، فأمر كل شيوخ المساجد بتعليق فوانيس يتم إضاءتها عن طريق شموع توضع بداخلها. وقد ظلت صناعة الفانوس تتطور عبر الأزمان حتى ظهر الفانوس الكهربائي الذي يعتمد في إضاءته على البطارية واللمبة بدلاً من الشمعة.